السلام عليكم يا صحاباتي ويا خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كل شيء بخير. وخوتي تا هما ما نساوهمش تحيه خاصه لكم يا صحاباتي ويا خواتاتي. اليوم اجي نقدم معاكم واحد الغضيوه ديالي بوزرق، ان شاء الله الطاجين ديال بوزرق. نتمنىكم يا خوتي خواتاتي يعجبكم، وهذا هو المقادير هما هادو. عندنا بوزرق غنديرو في الطاجين ان شاء الله يا ربي. عندنا بوزرق بحال هكايا على شكل مونتاج زوين بحال هذا الشكل، كنقيناه مزيان. ضروري غنعاود نقيه، راه فيه كيكون فيه الزبل، هو ضروري غنحيدو فيه بحال شي صغيبه في الوسط، خاصكم تحيدوها كيكون فيها بحال الحجر، ضروري خاصكم تحيدوها منه، ضروري هذاك الشيء الزبل اللي فيه لداخل تحيدوه منه باش يجيكم زوين. ديما نحلوه من الداخل وحيدو فيه واحد الصغيبه كتكون هي كيكون ياكل فيها في البحر، ضروري نقوه ونحيدوها. نتمنى هاد الغدا ديالي يعجبكم، وهادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم يا خوتي وخواتاتي. وراكم عزاز، راكم في القلب، بوزرق بحال هكا على شكل مونتاز. عندنا ثلاثه طماطيشات مطحونين، عندنا بصله كبيره مطحونه بحال هك، عندنا الحامض بحال هكا خضر بعد ما قورنا بحال هكا، عندنا مزود تاع الفلفله، عندنا زيت العود، زيت اليسيور، عندنا الطحميره، البزار، الخرقوم بلدي، شكنجبير، والملحه. من طبيعه الحال ضروري الملحه. من بعد درنا الطاجين يسخن، كبينا فيه زيت العود، حنا غنكبو فيه زيت يسيور. هنا واحد راه كيعرف الصباح، حنا بينا نشاركو معاكم الحياة ديالنا وصافي. هذا الشيء اللي كاين، والله سمحوا لينا بزاف اللي كيتوحموا، يسمحوا لينا بزاف. وتحية خاصة للمتبعين ديولي اللي كيبغوني من القلب، راه انا كنبغيكم من القلب المتبعين ديولي. دخلوا للقناة عدو شجعوني، الله يعمر ربي وقف معاكم يا خوتي وخواتاتي. راه واحد خويا كتب ليا في الكومونتير قال لي كيعجبني الطياب ديالك، الله الا قال لي تبارك الله كتشرحي مزيان وكيعجبني. قلت له شكرا لك اخويا بزاف. وخواتاتي تا هما اللي كيكتب ليا في الكومونتير كنبغيهم من القلب. واحد متبعه عندي قالت لي هضري مزيان باش نسمعك، قلت لها اليوم غندير واحد الوصفه وغنغوط باش تسمعيني بزاف. انا درت خرقوم بلدي وشكنجبير مخلطين بجوج، عندنا الطحميره هي مخلطه، طيب واحد الطحميره زوينه كنديرها في الدجاج، كنديرها في كل شيء غزاله، كتعطي واحد البنه زوينه في الطاجين، تشبعوا منها زوينه. او هنا واحد راه كيعرف ينصب هذه الطحميره الحمراء العاديه، هذه بوحدها ما مخلطه ما حتى شي حاجه. ونتمنى الشيء اللي كنقدم لكم يعجبكم يا خوتي وخواتاتي. راني حنا راه بيكم، حنا راه دخلتو عندنا 10 منكم، شي 10 منكم راه حنا كيعجبنا الحال وكتعجبونا، واخا 10 الا دخلتو تبعتو الفيديو ديالي راه كنبغيكم من القلب. تحيه خاصه ليكم. ودرنا البزار، وهادو هما المكونات، كلشي درناهم خلا ما يتحرى، من بعد غنزيدهم مطيشه ديالنا ان شاء الله يا ربي، نتحرهم مزيان مع البصله، داكشي المكونات نخلطهم مزيان يتحروا، من بعد غنزيدو المطيشه ديالنا. ونتمنى هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم. وراه كاينين شي خواتاتي قالوا لي ما ديريش لينا على الكوميدي، ديري لنا الكوميدي ودير لنا الطياب، الطياب ديالك كيعجبنا. قلت ما نحيدش عليكم، غنوع نخلط لكم اللي بغيتوها، قولوا لي اللي عجبتكم شي حاجه نديرها لكم يا خوتي وخواتاتي، الحاجه اللي عجبتكم نصاوبها لكم يا خوتي وخواتاتي. والله ما تقلع عليا، بالعكس راكم عزاز عليا وراكم في القلب. تحيه خاصه ليكم، مرحبا بكم عندي، الف مرحبا يا خوتي وخواتاتي، حيت كنبغيكم من القلب. هذاك السي علاش انا كنظن نوجد لكم شي حاجه. ومن بعد ما زدنا مطيشه ديالنا بحال هك، راه كيجي غزاله، كيجي خفيف وكيجي زوين. الحامض ضروري نحيدو ليه هذاك العظم، عسكو كيجي مار، كنقل الحامض كلشي نحيدو ليه داك العظم في الوسط، كيجي حار بزاف ضروري نحيدوهم ليه. وجربوا خواتاتي هذا الحامض كخضر بلا ما تسيروه، جربوا ديروه في الطاجين مع الدجاج، وديروه في هنا الطاجين بغيتو ديروا فيه الحامض ديروه خضر، وراه كيجي غزاله. ودزنا معكم كنقل معكم بوزروك، انا غنزيد لكم جاري شويه بحال الكاميرا ما بينتش لكم مزيان. كيجي غزاله تبارك الله، والله العظيم كيجي غزاله الطاجين ديال بوزروك. غير شري بوزروك على شكل مونتاج زوين، انا غنزيد لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. جاني واحد شويه غلط في التصوير، داكشي علاش ما بانش،
كنقيه كل شيء، كنحيديه حد صغيبه كتكون في الوسط، وكنغسلوه من طبيعه الحال مزيان. انا كنشري هذا النوع ديال البوزروك، كنشري بحال هكا، كنشري مكوجري كيتباع عندنا مكوجري خط بحال هكايا، وني مجربه مي مرتين كيجي غزاله، عرفتي كي بحال جبتيه في البحر كيجي زوين. وانا ما كياكلوش هي كلشي كناكلو غير انا وواحد بنتي صافي. داكشي هذاك الطويجر كلينا في الغدا وكلينا فيه في الليل تبارك الله، انا وبنتي صافي، ما كاين حد ما كياكل ليا حتى شي حد اخر كيزيد. ولا مره كنديرو مع كنشدو كنشحرو كنشحرف شويه ديال الزبده مليحه وبزيره، وكندير معاه كريم فريش كيجي غزاله مع كريم فريش، جربوها. وكديرو مع لي بات كيجي غزاله، عرفتي ما تجيش تشبعوا منه والله العظيم، كيجي غزاله. كتشحرو غير شويه ديال الزبده وبزيره ومليحه وشويه رشاشه تاع الكوزه، وتكبوا عليه كريم فريش وطيبوا لي بات بيضين وتكبوا عليهم، راه كيجيو ماني فيك، كتجي واحد الوكله غزاله ثاني احسن من الطاجين. الله الا كيجي غزاله كتبقى فيه بنت بوزرك احسن، انا كيجيني احسن من الطاجين والله. ود الطاجين زوين اللي كيعجبو، الطاجين السخون راه كيجي زوين. كنقوه كامل حتى كتحيد منه داك الصغيبر في الوسط، نقوه مزيان ضروري، نقوه نحيدو من داك الصغيبه ضروري، ما نخلوهاش فيه عشان بنوركم التنقيه ديالو. شي غادي نجيو نديرو في الطاجين اللي ما عارفش، اللي كنوريو الناس اللي باقين كيتعلموا، هما اللي معلمين غير يشوفوا يسمحوا لينا، ما كنعلموا الناس اللي باقين ما عمرهم طيبوا، باقين صغارات اللي باقين كيتعلموا، بنياتنا الصغيره اللي باقين كيتعلموا، ما كنوريو كيفاش كينقوا. انا براسي ما كاش كنعرف كيفاش كنقيه، راه صعيب هو شويه اللي ما كيعرفش ليه. كتشوفي تقولي ما فيش الزبل، ورا ضروري فيه الزبل، كيكون فيه الحجر من الداخل ضروري. كنحيدو له واحد الصغيبه تاع البحر كتكون فيه في الوسط. نتمنى الشيء يعجبكم يا خوتي وخواتاتي ان شاء الله يا ربي، نتمنى الاعجاب ديالكم. ومرحبا الناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، مرحبا بهم، الف مرحبا خوتي وخواتاتي المتبعين ديولي اللي عزاز عندي في القلب ديالي، كنقولها من القلب ماشي كنقولها تزويرين ولا كنقولها من القلب. ورا غنوع لكم في القناه ديالي، غندير لكم الكوميدي، هنا حاجه جاتني على البال غنديرها لخوتي وخواتاتي باش يتبعوني. الله يعمر ربي وقف معاكم. واحد ما دخل اليوتيوب تاع عرف لاحقه بيا، دخل اليوتيوب هادشي علاش، ودخلوا عندنا وتبعونا. الله يعمر ربي يعطيكم الخير، الخير يا سيدي ربي، الله يعمر ربي وقف معاكم. وتحيه خاصه لكم يا خوتي وخواتاتي. ضروري نوريكم التنقيه ديالو، هادشي علاش تعطلت عليكم شويه، ضروري الناس خاصهم يعرفوا كيفاش ينقب وزرق، ماشي غادي نجيو نحطو في الطاجين. حيت كاين اللي غياخذو يقول لك راه نقي مكوجري طرخيه غسلو يكبو في الطاجين، هادشي اللي غيدير ليه. وني انا لا بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كيتنقى الطاجين ديالنا، راه غلا مزيان وتشحرت داك العطريه مع البصله ومطيشه تبارك الله، ريحته كتعطي. ضروري نوريكم التنقيه ديالو، هذا كيجي غزاله تبارك الله يا ربي. شي حاجه ديال الزبل هذاك، راه كلشي حجر الله يلا كلشي حجر. ولا شفتي تقولي ما فيه والو، بعد ما غسلناه هو هذا نقيناه وغسلناه، ان شاء الله دوك غندوزو نديرو في الطويجن ديالنا. الطويجن ديالنا غادي نراه بينا تشحر مزيان مشهي بحال هكا، تاع كب في بنة عبيضة تاكولي غير بحال هكا يجي غزالة. دروك حنا درنا في الطاجين ديالنا بحال هكا، بحال هاد الشكل كيجي مانيفيك. الله يطيب على الخاطر، تا هو راه كيهز الطياب ماشي عاد ديرو في الطاجين وتحطو، راه تو كيبغي يطيب، الا حطيتيه كيكون قاسح. درنا الحامض ديالنا، انا كثرت فيه الحامض بزاف،
كيعجبني انا يكون محمض، ناكل فيه يكون حامض، وفليفله من طبيعه الحال الحاره، عرفت الحوت كيبغى الحار. التواجد ديالنا كيطيب. ودركا جيت بعد ما طيبت الطويجن ديالي ديال بوزروك، انا جبت نوري لخوتي وخواتاتي اللي متبعيني وعزاز عليا في القلب ديالي، وتحيه خاصه ليكم، ونخليكم مع الطاجن ديالي ان شاء الله تشوفوه ان شاء الله كيفاش جا، ونتمنى يعجبكم ماشي كنقدم ليكم. وبالسلامه عليكم، وتهلاو ليا فراسكم، وتحيه خاصه.